هذه 22 المحطة ونتكلم معاه. تدفع يا حبيبي، بتدفع دفع فين؟ انت نزل بس الكمامه كده وكلمني كده. نزلها، انا عايز اسمع صوتك بس. طب ادينا ال 22 جنيه عشان نمشي، ممكن دفع فين في المعسكر؟ عايز ايه؟ طب تعالى تعالى، عايز تسلم يعني؟ تعالى تعالى هات شنطتك تعالى. تعالى قدام، يلا. هات عادل قدام، عادل قدام. قرب الله يخليك عشان الافيونه تطلع. اطلع بس، كنا قبل منك ب 30 ثانية. قرب يا حبيب قلبي. قرب عشان الدنيا ما تتشقلبش معاه. ايوه الله يخليك يا حبيبي. استنى بس ما نوقع النجوم الاول كده، نوقع النجوم الاول. اوعى ايه ده؟ اوعى ايه ده؟ خلاص لا دماغك فيها حاجة. هات الشرطة على الميعاد، هات الشرطة، هات الشرطة على الصين. داحكين عليك نبوة حاجة في المعسكر؟ ضحكوا عليك؟ اقعد. ده احنا واخدينه بالراحة. على سكة بس 22 جنيه. طب ما يلا يا بيمن، واقف هنا اهو. انا رئيس الارض، انا رئيس الارض. مفيش حاجة اسمها تنزل، عايزينك التذكرة. يا عم بدري يا ابني، هجيب تذكرة. تعالى يا عم خده معانا. تعالى تعالى يا حبيبي، هجيب تذكرة يا عم. سيبه بقى العطر، هينزل العطر، هينزل. والله ما اقعد، والله اقعد، ما تقعد يا ابني بقى. اقعد اقعد اسمع كلامه وما تقوليش حاجات. هات يا ماما، هات يا ماما. خلاص يا حاج، هو تمام. مش انا هدفع، لا هسلمهم. هنسلمه ليه يا ما يدفع؟ لا انا هدفع. يا ست، لا والله انت نازل. خد يا عم فلوس. خلاص يا ابني، خد مني. حاسب الشنطة، حاسب الشنطة. انا في بداية كلامنا، انا في بداية كلامنا، انا خايف على التليفون بتاعتك. عليك اقعد مكانك. فهمه بقى، هو هيبقى معاه. والله خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. ما تعمل يا شيخ، الراجل قطع الفلوس اهو يا سيدي. اقعد اقعد اقعد. مش عايز تدفع، روح المكتب الاقباط قول لهم عايز استمارة، يبقى مش هتدفع. السلام عليكم.